أحبائي أوعك تستهتر أو تستهين بهذا الكلام، لأن هذا الكلام سوف يأخذك إلى الدينونة. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. العملية بسيطة، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، افتح عيني، حررني من الجهل، وأنا أقبلك رب ومخلص لحياتي. إلى اللقاء.